أن الموت ليس نهاية الحياة، أن الموت ليس عدما محضا، وإنما هو في عقيدة المسلم انتقال من حياة إلى حياة. يعني نحن حينما نموت لا ننتقل إلى العدم، وإنما ننتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. قال عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين. قال عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. والبرزخ هنا هو الحاجز بين الموت والبعث. لما نقول حياة برزخية لأنها حاجزة بين الحياة الدنيا التي نعيشها الآن وبين الحياة في الآخرة بعد البعث. فالحياة البرزخية حاجز بين هذه الحياة وبين ذلك. وحياة البرزخ يعني حياتنا في البرزخ، يعني حياتنا بعد الموت، لا يعلم أحد كيفيتها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي من أمور الغيب التي يجب على المسلم فيها التسليم ولا يسأل عن الكيفية. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.